الاورال كافيتي ودي الميديال وول اوف ذا نيزل كافيتي اللي هو نيزل سبتم فورمد اوف ذا فولوينج بون ذس از كولد بيربنديكولار بليت اوف اثمويد بون ده الاثمويد بون بيربنديكولار بليت ودي اللي اسمها سبتال كارتليج وده اللي اسمها فومر العظمه دي وهنا في عظمتين العظمتين اسمهم بالاتاين كريست الجزء الامامي ماكسيلاري بون واللي وراه بالاتاين بون ادي اجزاء النيزل سبتم اللي هو الميديال وول ده الهارد بلت المنطقه دي اللي اسمها نيزوفارينكس صح شايف الاوبننج دي اوبننج بتاع دوز تيوب شوف هنا اهي باينه هنا جدا وشايف هنا الاليفيشن ده اسمه تيوبال اليفيشن يكمل بفولد اسمها سلبنجو فارينجال فولد حواليها يا جماعه اللي هنا سلبنجو فارينجال فدي الاوبننج ده مين السوفت بلت هنشيل الميديال وول اوف نيزل كافيتي اللي اسمه نيزل سبتم فيبان لك ايه يبان لك اللاترال وول يا شباب يلا اللاترال وول الساينس دي اسمها الاول سفينويدر وهنا مين فرونتال هنا بقى في 3 اليفيشنز اللي هم سبير كونكا والميدل كونكا والانفير كونكا السبيسز يلا هنا في سبيس ما بين اثمويد بون وسفينويد بون اسمه سفينو اثمويد ريسس اللي فتحه فيه السفينو ساينس هنا في سبيس تحت السبير كونكا اسميه سبيرو ميتس اتحدى اللي يعرف مين فتح فيه بصير اثمويد الله يفتح عليك دي مين ميدل كونكا تحتها اسمه ايه السبيس ميدل ميتس ودي انفير كونكا تحتها انفيروميتس مين فتح في الانفيروميتس نيزو لاكريمال دكت اسمه ايه الفراغ ده اللي فيه شعر وميوكس وستراتيفاي وسكن فيستيبيول البراف عليك والفتحه اسمها ايه هنا ناسترز نيرز او نوستريل وفتحه النوز الخلفيه دي بصير اوبننج او كوانا الله يفتح عليكم كوانا دي مين دي قلنا دي الفارنجال تونسل اللي هي الادينويد اللحميه لما تكبر هنعمل ايه هنيجي هنا نخش ديتيلز اكتر هنا يلا دي السبير كونك هنشيلها هنا ده الفاكتوري ابيثيليوم الجزء الابر بارت هنا بقى ده مكان السفينو مودرسس طب دي فتحه مين هنا شلنا مين بص معايا بص معايا ده مين هنشيل الكونك يلا ربنا يستر ده مين اللي شايفه ده الفاكتوري نيرف وادي الفاكتوري نيرف فايبر سبلايم ويتش بارت اوف ذا ميكوزا الابر ده اللي علاقه بالاسمل عندنا الصوره دي والله شلنا احنا السبير كونك تمام هنا اسمه سفينوس مودرسس شايفين الدايره دي دي اللي اسمها بولا حاجه بولا اثمويدالز شايفين في تحتها سالكس هيئه السيمينالز انا اجيب لك ايدنتيفاي ذا ماركت اريا تقول لي ايه الاجابه بولا اثمويدالز نيم ذا ساينس اوبن ان ات سوبيريور البولا ميدل اثمويد طيب ايدنتيفاي ذا جروف هي ذا سيميلاريز نيم ذا ساينسز اوبن ان ات قلنا انتيرو بارت مين اقرب له فرونتال بص يا جماعه اقرب له كده فرونتال الميدل لا انتيرو اثمويد البوستيرو بارت هو الماكسيلاري قولهم لي كلهم على بعض اوكي وخلاص اوكي خلاص يا ولاد شلنا احنا كده ايه شايفين شلنا السبير كونكا والميدل كونكا دي مين هنا دي سهله خلاص بص هنا معايا كده يلا ايه ده ده اللي اسمه ايه متاسف هيئه السيميلينارس وهنا مكان مين البولا اثمويدالس عندنا من دي كذا واحده ما تقلقش عشان تبقى تو جروبس عشان عارف الطلبه تيجي ايه تعمل حركات مش تمام تفتكر انها مش جايه في الامتحان يلا نشوف هنا ده مين انا شايفه هنا ايدنتيفاي ذا ماركت ستراكشر حط لك اكس هنا منشن تو ارتريس سبلاينج ات انتيريور عندك كم ارتري للسبتم كم ارتري للكافيتي اربعه للسبتم والكافيتي خمسه اند فينس درينج براحتي السبتم عندي علامه هنا بس او اجيب لك كده لو بهرج يا علي اجيب لك ده كبير احط لك اكس هنا بس ليه ما دي اسهل اسهل في الشيل يعني اللي اعقد نفسه كده كلها تقيله شيل الا شيلها لنا بقى بالامتحان شيلها يلا المنطقه دي اسمها ايه الفتحه دي هنا اوبننج ودير تيوب هاجي لك بعد شويه ده تيوب الاليفيشن وده سلبنجو فارنجال فولد شايف الفراغ اللي ورا ده فارنجال ريسس اللي هو فصه فروزن مالر واللي وراها دي مين الادينويد دول تاني اوبننج تيوب الاليفيشن
فارنجيال ريسس ادينويد. ما تقولش ادينويد، ادينويد دي كلمه باثولوجي. ناخد صح. ايوه يا دكتور ماجد، السلام عليكم. دي الاوبننج اودير تيوب، وده الاليفيشن اللي اسمه سالبنجو فارنجيال فولد اللي هو اللي ينزل تحت. وين الاوبننج؟ الاوبننج اي فتحه كده اوبننج. والفراغ ده اسمه فارنجيال ريسس، هاجي لك بقى كله فارنجيال ريسس او فوسا فروزن مولر اللي هو السايلنت اريا. وين يا دكتور الفراغ ده اللي ورا الاليفيشن؟ اللي ورا الاليفيشن على طول، ودي اسمها ادينويد. فارنجيال تونسل او ادينويد لما تكبر. دي منطقه الاوروفارينكس فيها بلاتاين تونسل، ودي لارينجو فارينكس. انا ما عنديش اوبجكتيف اوروفارينكس تبع الدايجستيف. على هنا الفولد دكتور نفسه المصل. الفولد هو المصل جوه. يلا تعال هات لي ده. انا عايز هنا احلى بقى. تمام يلا شباب. ايدنتيفاي ذا مانكل ستراكشر انفيريور كونكر. انفيريور كونكر عرفت ازاي؟ اوطى واحده حاجه تحتها وهي اكبر واحده. الله يفتح عليك. ايدنتيفاي ذا اريا او ذا سبيس ميدل ميدس. نيم ذا ساينس اوبنت. كم ساينس فتحه فيه؟ اربعه. واحده في البله وثلاثه في الهياتس. اربعه. مين هنا يا شباب؟ سفينويد اير ساينس. وكده مين؟ فرونتال اير ساينس. اي فتحه ورا النوز تبقى اي حاجه، اي اوبننج. هقول لك ايدنتيفاي ذا اوبننج او ذا سبيس تبقى مين؟ اوبننج اوف اوبننج اوديريتيو. احنا قلنا المكسيلا ساينس فتحه في الهياتس. هنا ما هي الكونكف مكانها. ده اللي احنا قلنا اسمه يا شباب ها؟ السيكند تيوب. توديك على الميدل اير او اودر تيوب. وريني دي باذنك. لا هي دي زيها. اهم واحد على الاطلاق هو مين؟ ده في عين بس حاجه اوريها كده اجيبها لكم. هنا شلنا النيزل سبتم فبنيت لي الكونكي. شايف الفاكتري ميكوزا؟ الفاكتري ميكوزا هنا الفاكتري نيرفز باين. وادي السفير كونكا ميدل وانفير كونكا باينين. مين ده؟ فارنجيال تونسل او ادينويد. والفتحه دي مين؟ اوبننج اوف اوديريتيو. واي اليفيشن وراها يبقى اسمه سالبنجو فارنجيال فولد. والفراغ اللي بين اللي قدام الفارنجيال تونسل اللي هو اسمه فارنجيال ريسس. الفراغ اللي قدامه على طول. اهو اجيب ده. يلا شباب ممكن اشرح؟ شباب ممكن اشرح؟ يلا ده كورونا سيكشن. كده مين؟ اوربت. ايه ده يا شباب؟ نيزل سبت. واضح نو ديفييتد. ودي ايه دي يا شباب؟ الكونكي. مين الكونكا دي؟ انفير كونكا. ده صوره سيتي سكان، كانه سيتي سكان بالظبط. مين هنا يا شباب؟ ماكسيلاس. اكسبلين واي انفكشن ساينس از كومن ساينسايتس. شايف الاوبننج فتحه ازاي؟ الدكت بتاعتها فتحه فتحه ماشيه اجينس جرافيتي. هنا مين مين دول يا شباب؟ دي الاثمويد سيلز اللي تلاقيها ميديا للاوربت. دي الاثمويد ساينسز. اسمها يسموها اير سيلز اكثر منها ساينس. فاكر لما قلنا لو في انفكتد توث ولا حاجه سهل تعمل السبريد لمين؟ للماكسيلاري. من هنا على طول للماكسيلاري ساينس. الوزدم دي خلاص. دي صوره ال. فانت ممكن تعمل ايه؟ تصور الاثنين دول اللي بيصوروا عامل فين؟ ما ينفع فرنتال هنا؟ ناخد كده كورونال سكشن. هو ده الفرنتال. فدي فيها ساينسز يعني هنا في اثمويدال وماكسيلاري وهنا ايه؟ فرنتال. ودي مين؟ سفينويدال. فالساينس عندك ده بالهبل عينات فمالكش حجه. تمام؟ يلا اتفضلوا.